سينضم إلينا من عمان عبر تطبيق زوم السيد أحمد عزام، محلل أول في أسواق المال في مجموعة إكويتي. سيد أحمد، أولا كيف نفهم الطبيعة الاقتصادية بين تراجع انكماش المصانع في الصين مع بدء البلاد إعادة نشاطها؟ أسعد الله أوقاتك وشكرا للاستضافة. نعم، الصين كانت آخر الدول بين الاقتصادات الكبرى التي قد رفعت القيود الصارمة لمواجهة فيروس كورونا. هذا قد أعطى بعض التفاؤل للاقتصادات العالمية نظرا لانفتاحها بشكل مباشر على الاقتصاد الصيني. لكن الأرقام العدوى التي قد انتشرت في الشهر الماضي كان قد أثار بعض الذعر بالنسبة للاقتصاد الصيني. الأرقام الاقتصادية الصادرة مؤخرا كانت بشكل مفاجئ جيدة نوعا ما بالنسبة لناحية تراجع انكماش النشاط التصنيعي. أقصد هنا أنها مفاجئة نظرا لأن الأرقام الاقتصادية في الفترة الأخيرة بما يخص التصنيع كانت سلبية نوعا ما. فالنشاط التصنيعي في الصين كان هو الأدنى لمدة شهر واحد منذ بداية عام 2020. أما بعض الأرقام الأخرى مثل الطلبات المحلية كانت قد خفضت لأدنى مستوياتها منذ أبريل 2022. فهذه الأرقام الاقتصادية كانت هي سلبية، فانخفاض الانكماش كان يعتبر مفاجأة نوعا ما بالنسبة لبعض هذه الأرقام الاقتصادية السيئة. مؤشر المنتجين، أقصد هنا مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي، كان قد انخفض لمدة 3 أشهر على التوالي. الشهر الماضي كان قد انخفض بنسبة 0.7% بعد انخفاضه بنسبة 1.7%. رقم جراء العدوى، جراء الإغلاقات، شنغهاي كان قد سجل هذه الانخفاضات. أما ما يخص الأرقام التي قد أفرجت اليوم، مؤشر أسعار المستهلكين كان قد سجل ارتفاعات. التضخم الصيني سجل ارتفاعات نحو مستويات 1.8%. على ما أعتقد هنا أن التضخم قد سجل ارتفاعات جراء السياسات المتعلقة نحو الاستقرار المالي في الصين. أذكر هنا أن الحكومة الصينية تسجل أو تضع هدف التضخم عند 3%، فرقم 1.8% لا يزال يعتبر رقم بعيد عن المستويات أو المستهدفات التي يبحث عنها الاقتصاد الصيني. لو نظرنا هنا على الاقتصادات الأخرى فجميعها تعاني من أرقام تضخم مرتفعة، فالاقتصاد الصيني حاليا بمعزل عن هذه الأرقام السلبية من ناحية التضخم والضغوط التضخمية. الجدير بالذكر هنا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد ذكر بأن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل ارتفاعات في عام 2022 بنسبة 4.4%، رقم يعتبر جيد جدا من ناحية النمو، بغض النظر طبعا على الأرقام التي تعاني منها الاقتصادات الأخرى الكبرى. اقتصادات تعاني من شبح الركود الذي قد يضرب اقتصاداتهم، بينما الصين تغرد خارج السرب. هنا أذكر بتوقعات الرئيس الصيني عند 4.4%. طيب سيد أحمد، كيف يمكن أن يغير إلغاء سياسة صفر كوفيد وأيضا فتح الحدود هو هنا على بيانات الاقتصاد في الأشهر القادمة أو حتى خلال الربع الأول من هذا العام؟ نعم، بكل تأكيد الانفتاح الاقتصادي قد يكون ويعطي إيجابية للاقتصاد الصيني. الاقتصاد الصيني ليس بمعزل أبدا عن الاقتصادات الأخرى، فالاقتصاد الصيني يعتبر من أكبر الموردين، أكبر المصدرين لجميع الصناعات. فبالتالي عودة الانفتاح الاقتصادي للصين بطريقة أو بأخرى قد يعطي هذا الانتعاش للاقتصاد الصيني من ناحية التصنيع. أقصد هنا وأخص بالذكر أن التصنيع قد يأخذ اندفاع بشكل جيد جدا. الأرقام الاقتصادية الأخيرة كانت قد أعطت أيضا بعض الإيجابية. على سبيل المثال اليوم كان في دفع سعري جيد بالنسبة لليوان الياباني الذي قد سجل أعلى مستوياته بما يقارب 5 أشهر. الأسهم الصينية كانت قد أخذت بعض الدفعة، فبالتالي الانفتاحات الاقتصادية قد تكون بطريقة أو بأخرى جيدة جدا عندما يتم عزل السياسات الصارمة اقتصاديا في الصين هنا نظرا لانفتاح الاقتصادات العالمية. شكرا لك من عمان عبر تطبيق زوم السيد أحمد عزام، محلل أول في أسواق المال في مجموعة إكويتي.